متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار لزخات الأمطار الرعدية جنوب غرب المملكة، انخفاض على الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض اعتبارا من يوم الثلاثاء، وحرارات حول المعدل خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار الكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية، حيث تشكلت هذه الغيوم العالية بدون فعالية، فيما ساد الطقس الصافي في باقي المناطق. خرائط توزيع الأمطار من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس توضح استمرار التشكلات الركامية الرعدية بشكل يومي فوق مرتفعات جازان وعسير خلال الأيام القادمة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون بالمجمل خفيفة الشدة لكن مع بؤر نوعا ما تكون غزيرة، تعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأيضا جريان الأودية والسيول. أما الآن خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، بإذن الله يوم الاثنين طقس حار بشكل لافت في المنطقة الشرقية والوسطى، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة لتعود لتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام في تلك المناطق، طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع. طقس حار بالتالي يكون طقس حار في المنطقة الشرقية والوسطى، أيضا حار في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوبية الغربية تكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30، يوم الأربعاء 41 إلى 28، ونفس الحرارة يوم الخميس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.